سنه وانتم طيبين طبعا احنا كلنا اليومين دول بنحتفل باجواء المولد النبوي الشريف وطبعا دي حاجه بتدينا كلنا طاقه حب وسماحه ورضا وبتخلينا كلنا نطلع الحاجات الحلوه اللي الرسول علمها لنا عليه الصلاه والسلام ويريد كلنا نسترجع كل صفاته وكل خصاله عليه افضل الصلاه والسلام ونحاول نتعامل بيها تاني ونتعامل مع بعض بيها هتفرق معانا كتير في حياتنا النهارده طبعا الخميس كالعاده والخميس يعني فيون كابوبيون خلاص كل الناس عرفت ان الخميس يعني فيون كابوبيون ويا رب ما يقطع لنا عاده ابدا وتفضل كل حلقه فيها اعياد ومناسبات نحتفل فيها مع بعض طبعا هي كسرت الدنيا بعد الحلقه اللي فاتت كم الناس والمكالمات واللايف بعد ما طلعنا لايف كم الناس اللي دخلت وكلمتنا يعني الحمد لله فضل ربنا الحلقه عملت صدى حلو جدا 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 أه كم طلبات وجودها تاني معانا يعني خلاها ما تقدرش تخزل في يوم النهارده منورانا معانا تاني منال عبد الله اهلا بيكي عملت في الناس؟ طيب. والله احنا زي ما قلت حضرتك كل سنه وانت طيبه الاول طيبة. احنا رجعنا للسنه الحمد لله فبالتالي كل شيء جميل في السنه واتباع ربنا واتباع تعليمه سبحان الله الناس محتاجه حاجه زي كده طبعا الحمد يعني لله. الناس من كتر ما كانت خلاص تعبت وابتدت خلاص يعني تيأس من مواضيع الكيماويات والحاجات اللي بتاخدها مم. بتحاول انها ترجع تاني لتعليم الرسول عليه الصلاه إحنا والسلام احنا العادي بتاعنا تحسي حتى لو الدنيا خدتنا شويه نرجع لازم نرجع تاني, تاني من بزبط. جوانا لطاعتنا ربنا, ربنا نراجع الطاعات بتاعتنا نراجع الحاجات هو ربنا دي كلها ربنا بيحب يقرصنا شويه بالزبط. عشان نرجع دي حاجه حلوه ان ربنا فاكرنا طبعا. طبعا على طول آه طبعا ما انت كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيحبك طبعا بيبتلينا. كل ما بيجي يبتليكي اي نوع من الابتلاء يعني م. انا مش عايزه اخش في الدين شويه لكن الابتلاء نوعين لانك انت ترفعي درجه يا اما بتغفر ذنب لا ان شاء وكلت الله وكلت يعني الحالات في الحمد لله بزبط. فضل بزبط. من عند ربنا إن كان ده او ده طبعا, طبعا, احنا راضيين فضل بكل من عند ربنا الحمد لله ايه طبعا يعني انت كسرت لنا السوشيال ميديا بتاعتنا يعني بصي كم الاسئله اللي جت على البيج كتيره جدا هنحاول بقى نجاوب سريعا سريعا كده اولا انا جات لي برضو مكالمات كتيره جدا ودخلات كتيره جدا وكان معظمها ان يعني بالنسبه للحجامه معظمها معظم السيدات 95% الركب أيوة. الاسئله المعتاده الركب والظهر انا عجبني ولقبها. جدا بقى ان في دكاتره كمان كلمتني شخصيا تواصلت معايا انا انا الوصول ليا الحمد لله سهل جدا بيسالوني طبعا ان هم ينفع يتواصلوا معاها يبعتوا لها دي. يعني متخصصات تعمل تريننج عندهم علشان هم اوريدي عندهم مراكز بس ما عندهمش الايه بقى اللي هو المصداقيه بتاعت ان هو يشتغل حجامه بطريقه تكون بروفيشنال او صح. ان هو لان الموضوع مش سهل خالص ومش اي حد ينفع يدخل فيه فطبعا انت ما مشكله في ان انت تدربي ناس لا طبعا طب انا بالنسبه لي ما فيش مشكله بالعكس انا هتربهم يعني علشان خاطر انشاره يعني انتشار للسنه تمام. لان انا اساسا انا اتعلمت كده جميل جميل يعني انا اتعلمت الاول ان انا انشر سنه أو على طبعا فأنا فأنا بعد ما, ما مارست حمد حمدت ربنا إن أنا حاولت إن أنا بعد كده أتمم الممارسة بالدراسة برافو عليكي فأنا دلوقتي نحصل حصل نصيب بأمرك يا رب إن شاء الله هعمل دراسة إن شاء الله أدرسهم وأدربهم وإن أراد ربنا بإذن الله برضه بشهادة معتمدة جميل الاثنين بأمرك يا رب إن حلو شاء جدا. الله يلا بينا نبدأ الأسئلة بقى نبدأ الأسئلة آه معانا حد بتقول لك هل تنفع الحجامة من غير تشريط؟ اه في طبعا في حجامه من تشريط اللي هي مثلا الحجامه المغناطيسيه اللي انا قلت لك عليها المره اللي فاتت م. الحجامه بالزيوت ان احنا بندهن الزيوت الحجامه اللي هي الراطيه اللي هي بالثلج في جميع في انواع يعني كتير لو هي للحجامة. هي كانت قلقانه بصراحه هي بتبقى الرسايل طويله جدا لا،, لا 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 بس احنا بنحاول الح... ناخد لا. السؤال ممكن بخصار. لا ممكن ممكن الحجامه الحجامه ممكن ليها كذا طريقه طيب حلو جدا في حد تاني بيقول لك في فرق بين حجامه الرجاله وحجامه السيدات لا بديش. يعني في حالات معينه في <applause> في علاجات معينه يعني مثلا في حاجات تخص الرجل في حاجات تخص الست لكن اغلبيه الحجامه تقريبا اه في قصدك في, في يعني في في الوجع في طرق معينه في طرق العلاج جميل جدا اه في طرق العلاج إيه التشريط ده بيسيب اثر في جسم لا. الشخص؟ لان انا قلت لك المره اللي فاتت ديت بيعتبر اول طبقه من الجلد اه يعني بالتالي بتلحم كانها خربوش مفيش ما حتى مفيش خربوش انت اساسا مش شايفاه مع دهن <applause> زيت الزيتون مده 3 ايام خلاص انا بعمل العرايس اساسا <applause> البنت دي قبل ما بتخش انا بعمل لها جسمها كله تمام عشان استعدادها للهرمونات الجديده الحمل كل حاجه مم. فبالتالي ما فيش اي حاجه حلو مبقى. ده لأن... تفتكري عروسه تخش باي خربوشه كل الناس ليشكل. بقى هتلاقيها دلوقتي بصي وده برده اللي انا أخدت بالي من البيتج كل الاسئله طبعا. اللي جت والتليفونات والكلام ده كله مم. كله خايف من حته التشريح لا طبعا ما فيش مشكله ما انا قلت لحضرتك مم. انا اول طبقه من الجيل اول طبقه يعني اول اول طبقه من مدينه كلينكس مم. انا متهيالي انت لو اتخربشتي بخربوشه بتبقى اكتر كده مفيش طبعا طب بصي بقى أبدا. بما اننا دي الحته اللي احنا خايفين منها ممكن طبعا. تقولي لي مثلا المشرط بيستخدم طبعا مره واحده بصي حضرتك اه اديني بقى الحاجات اللي لو أنا, انا رايحه لحد كان في سؤال مم. انت ازاي تختاري الحجام اول حاجه لازم يكون زي ما حضرتك ممارس مم. ودارس تمام السؤال ده قوي ازاي ممارس بقى انا اختار الحجام ما هو لازم يكون ممارس ودارس جميل كل المركز اللي انت روحاه انت شايفاه بعينك تعقيم نظافه <applause> شخصيه وتعقيم للمكان تمام كل ده بيلزم بيلزم الحجام ما ينفعش ان انا اخش اي حد في البيت ما ينفعش ان انا اخش اخد انا مش عارفه العده اللي هي جبالي دي طب برضو قبل كده ولا لا السؤال بطريقه دقيقه اكتر ايه الحاجات اللي عند الحجام لازم اخد بالي منها غير النظافه العامه والكلام ده الادوات اه يبقى ايه يبقى الأدوات. ايه لسه ما يبقى ايه الادوات معقمه مم. تمام اما عامه هي بتبقى عباره عن علب او حاجه يعني كاسات لكنها بتبقى مقفوله برشمة. اي أيوة الحاجه دي بتستخدم مره واحده وبتترمى حتى للشخص نفسه لسه كنت هسال لو الشخص نفسه دي مش حاجته يعني مش حاجه اسمها اسمك عليها المره الجايه لا 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 انا برميها معاه يعني اثناء ما انا بلم الحاجه مطرح الحجامه بلم ارمي برمي مم. كل ما ينفعش لإن ممكن هو يكون أساساً في عنده إصابة بالمرض، لما أجي أعملها له مرة تانية ممكن يتنقل منه الإصابة بعد ما ربنا شفاه. طبعاً. فما ينفعش. يعني طيب لازم يكون مقفولة؟ المشارط أساساً في مشارط المفروض إن هو إذا كان موس أو مشرط بيترمى خلاص. أوكي. زي ما قلت حضرتك آه. الفرشة تمام؟ كل ده لازم يكون معقم أمراض دم. لكن فيش مثلاً أدوات بتدخل تعقيم وتطلع تاني؟ لا 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 لا. لا 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 في حاجات تاني. بقى زي ايه؟ في حاجات زي ايه؟ أوه. في شنط اساسا الشنطه دي بيبقى نوع من انواع الكاسات دي هي ذات نفسها بتتعقم لكن م. دي مش موجوده في مصر الا لما ايه؟ حد بيطلبها استيروب. معين استيراد اه اوكي يعني برضو انا مش بخاف منها في ممكن ناس ما تاخدش بالها ما تعرفش دي لغبط. معقمه ولا مش معقمه في المضمون فانا كل حاجه بجيبها اه كل شخص بنفسه قدام عينه بت... بتتعقم وبتترمى حلو جدا خلينا في المضمون ونستخدم الحاجه زبط. كلها الاول هو ده اللي انا هو ده اللي انا وبعدين بروح انا بفتحه قدامي وبرميه قدامي خلاص طيب آه. آه. في سؤال برده بيقول هي الحجامه ليها مفعول الابره الصينيه ولا لا مش حضرتك الإبر الصينيه ليها مفعول لكن م. الحجامه افيد افيد الحجامه بتستخرج السم م. الابر الصينيه بتعمل على بتساعد على التئام التهاب الجروح او التهاب الاعصاب مم. تمام احنا ممكن نعمل حجامه وعلى تحت منها ابر صينيه ده المفعول الاثنين لكن الافيد الحجامه بتلاقي هجوم من دكاتره معينه عليكم مثلا او حاجه هقول لحضرتك حاجه اللي بيهاجم الطب هو اللي بيتهاجم امم اللي بيهاجم اصل انا بصراحه لمست ده في خلينا واقعيين آه انا لمست ده والله حرفيا بعد الحلقه على طول لقيت في, في ناس مبسوطه دكاترة. جدا 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 بكل معنى جدا ولقيت في دكاتره داخله بتتواصل معايا ان انا متاكده من الحاله دي من من مدام منال يعني او ولا لا آه انا اتاكدت من دراستها ومن حاجتها ولا لا لقيت في ناس يعني مش عاجبها الموضوع قوي فطالما احنا معانا حاجات معتمده معانا دراسات من اماكن موثوق فيها فيها اماكن اخذ شط الايزو في اماكن تانية هي مجرد ان هي اخذت دوره تدريبيه والمكان نفسه معتمد اذا احنا بنتكلم في حاجه موجوده الحجامه بتشتغل او بتنفع او ما بتنفعش دي عن الرسول وكلنا مش بس هينفع بس. ان احنا نتغاضى عنها إيه كلامنا كان واضح وصريح انها لاين تاني غير لاين العلاج اذا احنا يعني مكمل مكمل أو دي, او دي سكه ودي سكه او لان احنا بالزبط. مش هينفع نقول ان احنا نوقف علاج كذا لما نيجي نعمل الحجامه كذا دي لان ممكن في ناس تقول لك انا هبطل الدكتور واروح اعمل حجامه حشوه ربنا هيشفيني. لا ده لا مش يعني بقى. دي دي مش 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 مش, مش موثوق فيها لا يعني م. حضرتك دي ليه طريق ودي ليه طريق استغربت برضو الدكاتره اللي كانوا حبوا الموضوع جدا وقال لك انا اوريدي شغالة علاج طبيعي وانا م. كان نفسي ادخل قسم او فكرة الحجامه في المركز م. وعايز يدرب بنات يعني بزرق. انا عجبتني بصراحه الفكره أو جدا أو طبعاً. لان في ناس نفسها تعمل فيه. حجامه خايفه مش لاقي حد موثوق فيه آه بتخاف برضو من الناس اللي بتيجي البيت فكره ان انا طبعا اشوف الفيديوز واعمل و.. زيه في البيت دي كارثه 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 لا ما هو مش مش اي حد مدي ايده على لا فكره لا. انا انا واحده كلمتني وقالت لي ان هي زوجها عمل لها حجامه آه بس ما جابتش نتيجه قوي يعني انا مش فاهمه ازاي شترس. انا ما هو هو هيخاف عليا اه كزوج ليا وجميل وكل جلس. حاجه الفيديوهات جميله ساعات كتير بنتعلم لا. منها كل المجالات مش كل حاجه, مش حاجة مش كل حاجه لازم تكون قدام منك لازم تكوني بالزبط. مع تدريب احنا دربناك كتير ما ينفعش تحطي اظن الحاجات دي في اي مكان وما ينفعش يشرط احنا اي ممكن مكان احنا ممكن حضرتك لو انت حطيتي في مكان خطا بتديكي العكس امم بتديكي اثار جانبيه ثانيه طيب كويس برده ان احنا اخدنا بالنا من الموضوع طيب. ده اه في حد بيقول لك اه ايه الحاجات اللي بتمنعها الحجامه يعني ايه موانع الحجامه بالنسبة. الموانع بتاعه الحجامه مم. حضرتك انا ما اقدرش اعمل حجامه للضغط الواطي اوكي ما اقدرش اعمل حجامه للحامل وده مم. السؤال ده سالته اه ده موجود من ضمن الاسئلة طبعا ما قدرش كتير. احنا طول الاسبوع بنتناوب بالاسئله <applause> طول الاسبوع أمركو. بديها اسئله وبتديني الاسئله اللي بتجي لها وبنكتب طول الاسبوع اه طبعا الحمد لله الحمد <applause> لله ما قدرش. زي ما قلت لك ضغط وطي مم. حوامل الكانسر السكر المتردد بالرغم ان انا قلت المره اللي فاتت علاج للسكر مم. لكن في سكر متردد اللي هو طالع نازل مم. طالع نازل ما اقدرش ماشي حالات معينه للاطفال ابتداءاً من خمس سنين <applause> يعني الاطفال ما اقدرش اعمل لها حجامه وفي حجامه عشان تبقي عارفه بس انا مش عايزه اسير الموضوع شويه حجامه طبعا لحساسيه الطعم اوكي ده الموضوع تمام. اللي احنا بنتكلم بالزبط. فيه بس برضو ده ليه حالات معينه حالات معينة, عشان مش معينة أي فوق يقف. الخمس سنين اوكي يعني الطفل يبقى فوق الخمس سنين جميل تمام طيب آه دي كل الحالات بس الـ الـ الناس اللي ما ينفعش تعمل دي تقريبا, تقريباً دي تقريبا معظم معظم الحالات أوكي. يعني مثلا زي ما قلت لك انا في بعض من يعني الامراض الجلديه لكن مش مش دايما يعني بنسب بسيطه طيب في بقى سؤال تاني تاني جالنا كده عشان احنا برضو الفقره دي مدلعه شويه ومهمة شويه في ناس بتسال عن فوائد المساج يعني كلنا مثلا بنبقى عايزين نعمل ريلاكسيشن فبنقول احنا نفسي اروح مثلا اعمل مساج او ادخل ساونا قلت لك قبل كده عايزاكي تفهمينا علميا فوائد المساج بس المساج بالظبط زي الحجام. زي الحجاب ازاي؟ ان هو بنشط الدوره الدمويه ان انا ببتدي اعمل اكشن للجسم كله أوكي. تمام بحاول ان انا الحتت اللي فيها زي التيبس تفك معايا بتستفزي معي العضلات بالظبط بالظبط بس انا بحس باستفزاز في بالزبط... بالزبط. بديها... <applause> بديها بديها رياكشن كده بحس ان هو تقدر تاخد نفسها مم. تفوق ولو نايمه تصحصح نوع... معانا كده شويه في نوع من انواع الريبسولوجي تدليك الفسيولوجي اللي هو بيبدا من اول القدم زي ما قلت لك اللي هو بيبتدي الجزء القدم في جسم كله وابتدي اعمل بزيت الزيتون بدلك الرجل كلها بحيث ان انا اتك على كل حته في 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 القدم فيها مكان للجسم تمام وبعدين ابتدي اعمل من اول الشمال الرجل الشمال لحد فوق ابتداء ان انا انشط الدوره تمام انشط القلب اظبط نمطات القلب احنا الشمال قبل اليمين؟ الشمال عشان القلب اوكي تمام ابتدي بعد كده بادي اكشن لكل الجسم ازاي اللي عنده مثلا الفقرات الظهر والتهيبه اللي عنده في عنده تيبس في كلنا الرقبة. من المجهود اللي بنعمله بالظبط آه فترات الشغل الطويله بالسبة. التنقل من مكان لمكان بصي الاسواقه هقول لك ربنا سبحانه وتعالى جعلها علاج طبيعي ومساج للرقبه الا وهي الصلاه اه طبعا لما انت بتقولي السلام عليكم السلام عليكم عملتي تمارين الرقبة خمس مرات في اليوم طبعا عملتي تمارين الرقبة فكده جميل طبيعي خلاص طبيعي انت مش محتاجة أي حاجة تانية حلو طبعا المفروض ان انت قاعدة بتبقى ليكي قاعدة معينة ما ينفعش ان انت تنقي رز <applause> وانت عاملة كده حطيت الموز يا عيني يا هي دي على فكرة طبيعي. أنا كده على طول يعني أنا وبعد كمان البرنامج بقى ده الوضع الطبيعي ما شاء الله طب كده تمام انت ف... كده بتردي العمود الفقري مكانه اه في وضعية كمان للعمود الفقري السجود 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 بس مم. بدل ما احنا بنعمل كده بنفرد الايد ورقبة كده في وضع السجود مم. خمس دقايق سبحان الله العمود الفقري كله بيرجع مكانه وده كمان بيخلي الدم ينزل لل... للدماغ في الدوره الدمويه بالظبط كل دي حاجات ربنا سبحانه وتعالى جعلها لنا في الايه في الصلاه مم. سبحان الله طيب بالنسبه للناس اللي ما بتعرفش تسجد بقى برضه في في بصي انا هي دي مشكله السيدات اللي او الست اللي او الناس اللي ما بتعرفش تسكت ان هو بيبقى هو ده بيبقى الم بالزيادة يا اما هو اساسا موس يعني في الم وزاد عشان كده بقى ايه بتستسهل لا سيبنا من اللي بيستسهلوا بالظبط خلينا في الناس اللي عندها مشكله فعليه، الناس مثلا اللي عندها اعمل ايه بقى؟ انا إيه؟ بصي الارتشاح اللي على الركبه جالي سؤال برضه منه جميل الارتشاح ده بيعوز حجامه انا حسيت ان مصر كلها عند عندها ارتشاح عندها بالظبط حقيقي كمل سؤال, سؤال الارتشاح ربنا يعافيكم يا, يا, يا رب اللهم ويشفيكم ده بنعمل ايه؟ نعمل حجامه إيه؟ ده ليه حل في الحجامه؟ طبعا اكيد في حجامه يبقى بنعمل ايه؟ نعمل حجامه على الركب اوكي وخلف الركب من ورا تمام وبعدين بنعمل خلطه من زيت الزيتون تمام بزيت السمسم زيتون وسمسم جميل بندهن دايما المكان ده, ده بعد الحجامه ولا بعد ده, ده ممكن ممكن في, الأيام العادية؟ ممكن في الايام العاديه بقى عادي طب لنا الخلطه السحريه بقى ما هي زيت زيتون على زيت سمسم إيه نقدرهم على ساويه بالظبط وتبتدي تعمل متدفي ولا بيرد أه. على هادي على أوكي. هادي حاول يعني تحاول على قد ما تقدر على هادي وبعدين تروح مثلا زي ما نقوله ايه تلف سكوتش تلفه اه أو. وتحاول تنام العظم ما العظم هيبتدي يمتص الزيت طيب زيت ممكن نحط مثلا ضغط مثلا او حاجه؟ مفيش مشكله المهم تلفه المهم تدفيه يعنى يعني بالبلدي مشكله ان احنا عندنا السيدات اوزانها تقيله طبعا تروح للدكتور رجلي واجعاني ركبي واجعاني طب يا حاجه انت عندك كام سنه؟ تقول له مثلا عندي 50 سنك قد ايه؟ قصدي وزنك قد ايه؟ وزني فوق ال80 او 90 طب اعملي رجيم ما بقدرش يا دكتور اعمل رجيم طب الدكتور هيعمل لها ايه؟ هيعمل لها سحر سحريه كده هتخف ما هي ما انت ده لازم على الظهر لازم تساعديها ليه؟ هقول لك ليه؟ احملنا فوق ال 80 اضربي الكيلو في اتنين طبعا تمام ويحمل على الظهر في اثنين اصبحت انت بقى وزنك وزن, وزن كام؟ السيده اللي, جاي... اللي جايه طب هتشيل ايه؟ الركبه ما تشيلش غير 40 كيلو طب الدكتور هيعمل ايه يعني انا اخس 40 مش انت لا الركبه الواحده مش 40 اصبح حتى لو وزن السيده بقى 80 اي نعم كده بقت يعني برضو تخينه بس على الاقل مش زي ال 160 اكيد طبعا كل ما بننزل في الوزن بيبقى لكل حاجه طبعا اكيد اكيد كل دوت بياثر بقى على العمود الفقري بياثر على العضلات بتاعه الرقبه بياثر على على الركب كل ده معانا لابد من ان احنا فعلا نخس الوزن ده كارثه بصراحه مصيبة. في كل الامراض مصيبه المشكله ان هي ما بتساعدش الدكتور مم. طب طب هو الدكتور هيعمل ايه؟ يا دوبك اسبوع للزيحة. تروح عند الدكتور ما عملش معاه حاجه لا انا بس مس... لا ما عملش معايا حاجه تروح رايحه الدكتور تاني طب طب انت كده ما عملتش حاجه لا ما هو انت المفروض ان انت تتبعي الصح عشان خاطر هم يقدر يساعدك مم. ما هو لازم يقدر يساعدك بالظبط هو مش قادر يعملك طيب. حاجه اكتر من كده إيه معانا برضو حد بيسال آه فوائد مساج القدم وعلاجه باجهزه الجسم ما زي قلت لحضرتك قلت انا قبل م. كده قلت لك ان القدم فيها جميع اجهزه الجسم طب في سؤال بقى قبل ما نقول ايه ده انا دلوقتي افتقرت أه. في ساعات كده بنلاقي على البوست على الفيسبوك لو مثلا عندك صداع اعمل مثلا في الايد من هنا أيوة. لو عندك مش عارفه ايه من دارب هنا دارب ده ايه بقى ده ليه علاقه بال بصي حضرتك انت حضرتك لو حطيتي ايدك كده اول ما تقومي من النوم م. في كف ايدك كده وضغطي 30 ثانيه تمام وشلتيها بتديكي تغليف للجسم كله كام مره؟ ثلاث دقائق ثلاث دقائق وتحطي اوكي تشيلي وتحطي اوكي لو عندك, علم <applause> لو عندك قلم الدرس طلعيها لو عندك قلم في الدرس بتتكي على الصوبه على فرزة ذات نفسه <applause> بتتكي بدفرك الثاني بتحطي ايدك كده لحد ما في حته بالذات بتوجعك <applause> تكي عليها شويه وتسيبيها تكي عليها شويه مسافه دقيقتين الوجع هيروح <applause> احنا كده بنتكلم علميا مش خزعبليه يعني <تصفيق> <لا>. <تصفيق> <تصفيق> عشان بس عارفين لا علمي لا ده نفسولوجي السلوك والحاجات دي الحاجات اللي انا ابتديت برضو اشتغل بيها تمام آه في حد بيقول لنا ان الإبر الصينيه بتعمل نفس الموضوع امم بالظبط ما هم بيعملوا بيستعملوا آه طيب انت استخدمتها طيب اه عملت لك ايه <applause> قول انا بقول اللي انت هتقوله <applause> بجد طب كويس آه هو استخدمها طب معلش استنى استنى قعدت مده قد ايه علشان الوجع يروح اكسلنت بجد طب حلو خالص آه هو استخدم ابر صينيه وفرقت معاه في ظهره من اول أكيد. جلسه أكيد. وكانت عملت لك ايه كنت بتتعالج من ظهرك وجابت معاك نتيجه بتجيب نتيجه بتجيب نتيجه جميله بس هو بيقول برضو... ان الضغط على الحاجات زي ما حصل في ظهره في هنا قلم الظهر هنا قلم الظهر دي كده في الحته دي بين, بين الصوابع دي كده آه. تمام احنا آه. بنعمل ايه؟ بنجيب حب فلفل اسمر حبوب. احنا كده ب... أنتي ثواني احنا كده بين الخنصر والسبابه لا هنا ايوه ما هو ده كده اه اوكي تمام ايوه بنجيب حته بلاستر اوكي وتحطي فيها خمس حبات فلفل اسمر تلزقيهم فيها وبعدين تلزقي في دي كده تمام تبتدي كل شويه تحركي آه. الفلفله عشان يضغط اتحركي شويه الفلفله الفلفله أيوة. دي سبحان الله اديكي تسكين للالم الظهر. عشان انا بضغط على حاجه معينه تسكين للالم الضهري مهلو ده ما هو طيب في تقريبا حد عايز يزوغ من شغله جوه وبيقول لك ياخد بعدها اجازه من الشغل مفيش اجازات مفيش اجازات راحه بس شويه في راحه شويه لكن مش مش شغل شاق الابرة الصينيه لكن الابرة الصينيه في بعدها يومين راحه انت انت زوغت يومين ده <applause> طب الحجامه في بعدها راحه؟ هو المفروض في بعدها راحه لان الجسم كله بيعتبر يعني بتحاولي ان انت تنظمي الدوره بتاعته فتحول هو الراحه مش طيب راحه مش لا هي مش الم ووجع في السرير هم لا لا. بيكلموا على ان هو يرتاح لا عادي لتنشيط يعني طب هو لو سياري. عايز يروح شغله عادي بس ما يشيلش ما يعملش مجهود مم. لو ما يشيلش يبقى نديهم راحه بالظبط خد راحه خد راحه ما يهمكش بالظبط اجز اجز ما يهمكش بس كان مصطفى بيسالني في راحه ولا لا فكنت بشوف بس عايز اجز تقريبا من فيونكا وبيون طب يا جماعه مصطفى عايز ياجل من فيونكا وبيون واكيد انتوا كلكم رافضين انت كده هتخلي الناس كلها تزعل منك انت حر <applause> طيب بصي في حد بقى ج... بعت سؤال عجبني قوي قوي وقلت بما اننا طبعا في دلوقتي بقى داخلين على سيزن الامتحانات بالضبط. وربنا يكون في طبعا كل ربنا الامهات صح. نصايح في المساج تساعدهم على التركيز في المذاكره ونسيب الموبايل ونقول حاجات بقى كتير قد كده عشان الولاد كلها <applause> تقدر تستفيد من كده بالنسبه للاطفال او بالنسبه للي هو عايز يزود المذاكرة بتاعته شويه مم. هو بيصفي على ظهره شويه تبتدي هي تعمل حركات على الحاجب على الحاجب بالضغط اوكي تمام لحد ما تيجي هنا وتحاول تلف كده دورانات اه 15 16 مره تمام ترجع فوق المنطقه اللي هي اه فوق عملتها يعني انا عملت فوق الحاجب اطلع فوق ال صبع كمان أوكي. واعمل نفس الحركات مم. اوكي وادلك المنطقه دي تاني لحد ما اخلص الجبين تمام؟ جميل. ارجع لحد بقرة الراس بؤرة الراس جميل اتك عليها كده اه أو. تمام؟ اوكي اتكة 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 لحد ما تيجي هنا جميل وارجع تاني اتكة 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 من خمس لسبع مرات من ورا لقدام بالظبط من هنا مم. احنا قاصدين ان من ورا لقدام كده 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 لحد ما تيجي عند الحاجبين حلو قوي تمام؟ وبعدين تروح ماسكة بقى الرزة نفسها مع الحركة البسيطة مم. تلعب بقى في الراس كده بالراحة مم. مع الحركة البسيطة ده كده هننشط خلايا الشعر كمان إنها تطلع <applause> <applause> كده بدي هدوء آه. بدي سكينة برجع بنشّط مم. المخ تمام مم. بيهدى هو نفسيًا كمان على بيهدى احنا كده بننشط المخ طبعاً. وبالنسبة بقى للشعر أنا هقول لكم كده احنا بنجدد الخلايا بتاعة الشعر إنها تتنشط تاني وده هتبقى حاجة محفزة جدًا للبصيلات بتظبطي العين أوكي تمام بتظبطي الجيوب الأنفية هنا كده الصداع طيب جميل. يعني دي كمان من الصداع مم. يعني لما يكون هو خلاص صدع وذاكر مش قادر خلاص بتعملي له زي رياكشن بسيط دي مش مذاكره بس ده اللي قاعد شغال كمان ما هي ما هي دي كده اساسا بتهدي من جميع النواحي يعني طب ممكن حد يعملها لنفسه ولا لازم حد لا لازم حد فوق منه اوكي على اساس ان انت ممكن تعملي وشك لكن كده ممكن بس يعني مش بتدي المفعول اللي زي ما حد يضغط حد يكون مركز معاكي يعني الامهات تعملها مع اولادها اللي بيذاكروا والامهات تعملها بتحديها. مع اولادها اللي بيشتغلوا مامي كلامك <applause> لا عامل لك مخصوص حبيت قلبي <applause> يا طيب حلو جدا طبعاً. دي كده حاجات اللي المذاكره طب قبل النوم صحي من النوم بعد ما يخلص مذاكره امتى ميعادها بصي لا دي بقى مثلا تكون ايه خلاص يعني ال ال الوقت خلاص حاسس ان دماغه هتنفجر بقى كده خلاص مش, مش قادر يعني دماغه ايه خلاص يروح يعني زي ما بيقول ايه ال الوقت اللي هو بيبقى فاصل شويه تحول بالراحه كده تهديه بحيث انه يقدر يقوم يكمل. يكمل تاني طيب احنا لازم. برضو سريعا كده علميا احنا الطفل مش هينفع يستوعب اكتر من مذاكره اربع ساعات طبعا, طبعاً هو ما بيكونش فيهم التركيز اللي هم عليه للدرجه بيرفكت. آه لكن الى حد ما بيقدر يستوعب معلومات لمده اربع ساعات لازم بعد كده ياخد البريك بتاعه الحاجات اللي هو بيحبها وبعد كده يقدر يكمل يتمشى. المذاكرتين لازم يتمشى تنشيط لازم يتمشى وممكن ينزل التمارين على فكره انا ب... انا بتنرفز قوي الرياضه بصي بتنرفز قوي من موضوع ان انا مثلا ابني دخل الامتحانات يوقف كل عادة. حاجه في حياتي بالعكس انت عارفه ان الرياضه بتنشط كل حاجه الرياضه 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 ثم الرياضه ثم الرياضه ثم الرياضه طبعا الرياضة. طبعا الرياضه لكل شيء للعضلات للمخ بصي بتشغل كل حاجه م. ايوه طبعًا. طبعا كلنا عارفين ونفسيا وصحيا وكل حاجه الرياضه وبيحفز كمان ان هو يبقى الولد عنده مثلا الغيره في النجاح في بزت النجاح والاستمراريه في النجاح بالظبط كده بيجي له اكتئاب لما انت تقعدي قدام منك 24 ساعه بيجي اكتئاب صحيح. طيب احنا برضو هنرجع ونقول تاني عشان نبقى بس متأكدين من كل حاجة احنا اخدين شهادات معتمدة ان احنا لله. نكون ممارسين ومدربين للحجام ان انا احط نفسي في موقف زي ده ابدا م. انا اتمرنت ومارست 15 سنه ربنا معاكي رب. و... ولقيت اسئله كتير قوي مم. حتى لو اللي قدام مني مش قادر يقولها لي ان انت متعلمه ولا دارسه ولا لا مم. السؤال ده عايز ايوه عايز يتعالج <applause> أكيد عايز يتعالج بس خايف يقولها مم. فانا ما ينفعش ان انا امانه احنا طبعا خلصت فقرتنا طبعا للاسف بسرعه جدا بس هي عامله لكم مفاجاه يعني بصوا انا طول الاسبوع بحاول ان انا اقنع فيها ان هي هتكون معانا في القاهره يعني الله. لان الناس بصراحة طبعا اتضايقت جدا ان هي من اسكندرية طبعا مع ان اسكندرية طبعا بتطلع امارات كده زي ما أنتم <applause> شايفين <تصفيق> لكن هي الحمد لله بفضل ربنا هي هتكون موجوده معاكم في القاهره الموضوع كله بس هيكون منظم ثلاث من ايام الله. هنا وثلاث ايام هنا فاي حد من القاهره بقى او اسكندريه او اي حد من المحافظات يتواصل معاها لو حابب ان هو يتعامل معاها مرتفع. وهي تنظم له الدنيا خلصت فقرتنا الحلوه وهتجي لنا تاني عشان هتكلمنا في مواضيع مهمه كتير دلوقتي هنطلع فاصل صغير ونرجع بقى ندلع كل فيونكات في فيونكا فيوم حركه جديده وفقره جديده في فيون استنوا